شيء ما تحبه بالسفر؟ اصرف وايد فلوس. الديون. رنت المسج اللي تقول لك تم خصم مبلغ من حسابك. الحين تقدر تسافر بكل سهوله مع بنك الخليج وطيران الامارات لما تستخدم خدمه ايزي باي بطاقتك الائتمانيه من بنك الخليج، واللي تقسط لك حجوزاتك على 12 شهر بدون فوايد. لو تبي تعرف اكثر دق على 1-805-805. ودك تجرب وجبه فطور صحيه لذيذه ومتنوعه؟ أو يمكن تكون وجبة غداء أو عشاء مع أهلك أو ربعك. مول كافي يقدم لك من الكوت مول تجربة تناول أشهر الأطباق العالمية بالإضافة إلى المشروبات والحلويات المتنوعة المصنوعة من أفضل المكونات المحلية الطازجة في أجواء مريحة ومنظر خلاب. مطل على البحر، مطل. حياك الله وجرب العالم في طبقك. 3, 2, 1. يرجع لكم في شهر اكتوبر فعاليات علمية ممتعة للأطفال والكبار. تعلم شلون تصور القمر باستخدام التلسكوب. قابل أشهر روبوت في العالم الروبوت صوفيا، وشاهد أروع أفلام الفضاء على أكبر شاشة آي ماكس في الكويت. كل هذا وأكثر في شهر الفضاء في المركز العلمي من 3 أكتوبر إلى 2 نوفمبر. لمعرفة المزيد زوروا موقعنا الإلكتروني. يستاهل الظلع اللي خذ البال والفكر والخواطر، أمنت له روحي ومالي لأجل مستقبل باهر، نوري ونور عيني وسود كل النواظر. لأنهم زينة الدنيا، لأنهم أغلى الجوهر. مستقبل عائلتك أكثر أمان مع حساب الجوهرة. تفضل بزيارة أقرب فعل لبنك الكويت الوطني وافتح حساب الجوهرة اليوم. تبي تعرف أكثر؟ اتصل على 1-801-801. ترقبوا معرض الجنسي الفاخر للزفاف ولأول مرة
في الكويت يشارك في عارضين عالميين من 22 ولغاية 25 أكتوبر في فندق الرجنسي البدع من الساعة 4 للساعة 11 بالليل. تبين تعرفين أكثر؟ دخلي على حساب إنستغرام الرجنسي theregency.kw وتصفحي فعاليات المعرض الموجودة في البايو. تدري ان وايد ناس بتربح السنة مع حساب الحصاد الإسلامي من البنك الأهلي المتحد؟ أكثر من 850 رابح سنوياً من خلال سحوبات أسبوعية، شهرية وربع سنوية، وسحب خاص لعيدي الفطر والأضحى لجوائز بقيمة 100,000 دينار كويتي نقداً. كل اللي عليك إنك تفتح حساب الحصاد الإسلامي بحد أدنى 100 دينار وتحتفظ بالرصيد لمدة 15 يوم لتربح جوائز لغاية 250,000 دينار نقداً. مع حساب الحصاد أكثر عدد من الرابحين، كن أنت منهم. تزامناً مع شهر التوعية بسرطان الثدي واليوم العالمي للصحة النفسية، تنطلق فعاليات الحملة التوعوية في 360 بالطابق الأرضي من تاريخ 6 ولغاية 19 أكتوبر. يا سلام الله على شريك الصباح. نحمد الله على سلامة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. مجموعة التمديد. الحمد لله على السلامة أميرنا الغالي، ربي حفظك وجعل عمرك مديد بالصحة والعافية من عدسات أنستازيا، عدسات المشاهير العالمية. قرت عينكم يا أهل الكويت بعودة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى أرض الوطن سالما معافى. تطبيق طلبات. قرت عينكم يا أهل الكويت بعودة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى أطلع سالم المعافى. بنك الائتمان الكويتي. تعديل مزاجك عندنا نظم الكويت 3-8. مساء الخير جميعا. اليوم صوت غريب عليكم طبعا، متعودين برنامج الديوانية يفتتحوها بالكويتي اللهجة الكويتية. معنا برنامج سينسكيب، انا مريم ابراهيم اشوى الحمد لله، يعني انا موجودة اليوم. موسى شو؟ موسى عبد الله موسى علي. اوه اتس ريبيتد. ايش عبد الله موسى ولدي اسمه علي، فعلي موسى عبد الله موسى علي. يعني احنا احنا نسميكم انت اسمك. احنا ناس سبيشال. وهل يخفى القمر؟ كيف؟ وهل يخفى القمر؟ لا مو عندي يده، ما انا عرفت شنو؟ دي جي جاكس. لا يعني اشهر من نار على علم جاك. المحطة ايش دعوة؟ يعني شلون نشرح للمحطة؟ يعني ما يحتاج نعرف الناس فيك، الناس اوريدي يعرفونك. يعني تبيض طناجر نسميها. اوكي خبرها كذي. انا كنت بقول يو نيد نو انتدكشن، بس كيفك يعني؟ بالضبط، هو يبي تبيض طناجر. هو يبي، مو معقول بيعرفوني يعني قد ما بيعرفوكم. انا يعني ضلني ورا المكسر. لا اليوم حبيت انا اخذ يو ديزيرف الهيدي.